ينضم إلينا من نابلس عبر الهاتف خالد بدير مراسل الغد. خالد ضعنا بتفاصيل أكثر حول هذا الاقتحام وما أسفر عنه وكيف تبدو الصورة الآن بعد انسحاب جيش الاحتلال. نعم بالفعل كابتن صباح الخير، هذا هو الاقتحام الثاني لمدينة نابلس. الاقتحام تركز في مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس عقب تسلل وحدات خاصة إسرائيلية ومن ثم الدفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة ومحاصرة منزل. المعلومات أكدت على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل شابين وداهم مقر حركة فتح وحطم محتويات المقر وسط اشتباكات مسلحة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين من داخل منازلهم تحديدا في نطاق المنطقة التي حوصرت بمخيم عسكر القديم، وتم استخدام المواطنين كدروع بشرية خلال تنفيذ عملية الاعتقال وسط طبعا اندلاع اشتباكات تبنتها كتائب شهداء الأقصى في نابلس وكتيبة نابلس سرايا القدس. قالت الكتائب في سلسلة بيانات متتالية لأنها نفذت عمليات إطلاق نار وتم تفجير عبوة ناسفة بقوة راجلة إسرائيلية محققين إصابات مباشرة قبيل أن يرصد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة. الاقتحام الأول حدث بعد منتصف الليل وخلاله اعتقل الاحتلال القيادتين في الجبهة الشعبية زاهر ششتري وهو يعني مصاب بوعكة صحية وبوضع صحي صعب، بالإضافة إلى اعتقال كمال ظريفة من داخل منزله في الجبل الشمالي في مدينة نابلس خلال تنفيذ عملية الاقتحام. كذلك منطقة جنين شمال مدينة جنين على الأقل في ضاحية صباح الخير. يبدو أننا فقدنا الاتصال من نابلس مع مراسل الغد خالد بدير. كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة بأكثر من 60 آلية عسكرية، ودهم الاحتلال منزلي الأسيرين أيسر البرغوثي في حي الطيرة برام الله وخالد الخاروف بحي أم الشرايط في البيرة وشرع بهدمهما. واندلعت مواجهات في حي الطيرة أطلق فيها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى عدد من الإصابات بينها إصابة خطيرة بالرصاص الحي. هذا واستشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، ويزعم الاحتلال أن الشاب طارق زياد عبد الرحيم البالغ من العمر 18 عاماً مطلوب على خلفية عملية إطلاق نار شرقي طوباس، ويذكر أن الشهيد هو أحد المفرج عنهم خلال صفقات التبادل في فترات التهدئة ضمن حرب الإبادة على غزة، وتعرضت عائلته لسلسلة انتهاكات واسعة شملت الاعتقال لعشرات المرات والتنكيل بهم. كما أفاد مراسل الغد بإصابة شاب فلسطيني خلال اقتحام جيش الاحتلال موقع عملية إطلاق النار في قلقيلية حيث أصيب إسرائيلي بجروح خطرة. وقد داهم جيش الاحتلال حي كفر سابا بالمدينة واقتحم منازل شبان ملاحقين. كما أعلن الجيش اغتيال طارق داود أحد قادة كتائب القسام في الضفة، وتتهمه إسرائيل بتنفيذ عمليات استهدفت جنوداً ومستوطنين. في الأثناء أعلنت كتيبة الرد السريع التابعة لكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح أنها نفذت عملية إطلاق نار تجاه حاجز الطيبة غرب طول كرم. يعود إلينا من نابلس خالد بدير مراسل الغد. خالد نتابع معك مزيد من التفاصيل حول اقتحام مخيم عسكر. نعم بالفعل، في هذه الأثناء وعقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي المصادر الطبية قالت بأنها تتعامل مع إصابة شاب فلسطيني عشريني برصاص الاحتلال في البطن، نقل إلى مستشفى فيديا في هذه
اللحظات، ووصفت الإصابة ما بين متوسطة إلى خطرة لكنها مستقرة، وأدخل إلى غرفة العمليات لإخضاعه لتدخلات طبية عاجلة نتيجة إصابته على مستوى البطن برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. الليل اقتحم الاحتلال عدة أحياء بمدينة نابلس واعتقل القياديين زاهر ششتري وكمال ظريفة، بالإضافة إلى أنه نفذ سلسلة اقتحامات واسعة في مدينة قلقيلية شمالية الضفة الغربية، استهدفت مداهمة عدد من منازل الشبان الفلسطينيين المطاردين واحتجاز عائلاتهم بهدف الضغط عليهم لتسليم أنفسهم. جيش الاحتلال تمكن من اعتقال أحد الأسرى المحررين خلال المداهمة بمدينة قلقيلية التي شهدت بالأمس بطبيعة الحال عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة إسرائيل بجروح خطيرة. ولاحقا قام جيش الاحتلال الإسرائيلي في إعلان ببيان مشترك من قبل الشباك والجيش بالإعلان عن اغتيال القائد الميداني في كتائب القسام طارق داود، وهو أحد الأسرى الذين أفرج عنهم ضمن صفقات التبادل خلال حرب الإبادة على قطاع غزة. تعرضت عائلة داود لسلسلة انتهاكات طويلة وواسعة بلغت اعتقال والديه لأكثر من 25 مرة متتالية في الأثناء. بطبيعة الحال هنالك سلسلة اقتحامات لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة إلى الجنوب من مدينة قلقيلية تستهدف بلدتي حبلة ورأس عطية. هنالك وفق مصادر طبعا محلية تأكيدات بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتدى على شاب ويداهم منازل ويحولها إلى سكنات عسكرية وسط عمليات مداهمة وتمشيط واسعة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. في مدينة جنين اقتحم الاحتلال وسط ضوي صافرات الإنذار الأطراف الشمالية لمدينة جنين، نفذ عمليات تجريف فيما يعرف بشارع المطار وهو في محاذاة حاجز الجلمة إلى الشمال من المدينة، ونفذ عمليات اقتحام طالت بلدتي دير أبو ضعيف وكذلك أيضا عرب فقوع إلى الشمال الشرقي من المدينة دون أن ترصد أي حالات من الاعتقال أو طبعا الإصابات. في مدينة طول كرم نفذ الاحتلال سلسلة مداهمات تركزت في الشطر الشرقي من المدينة، طالت اقتحام بلدتي كفر لبد وعنبتة وسط اندلاع مواجهات وإطلاق للقنابل الغازية خلال عملية الاقتحام، فيما اعتقل الاحتلال الإسرائيلي شابين من بلدة حارس إلى الشمال من مدينة سلفيت. وفق نادي الأسير الفلسطيني فإن عدد حالات الاعتقال في مناطق الضفة الغربية بلغت أكثر من 10,000 معتقل، ولهذا اليوم تم توقفات في عدة مناطق في بالضفة الغربية من رام الله إلى مناطق الشمال والجنوب تنديدا بسياسة الاعتقال وما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي من سياسات قمعية وانتهاكات متكررة تمارسها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها بطبيعة الحال الاعتداءات الجنسية التي حدثت في معسكر سدي تيمان في منطقة جنوب طبعا إسرائيل، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي يصعد من حملة طبعا الاعتقال والاعتداء والتحقيقات الميدانية بحق الأسرى الفلسطينيين. أشكرك من نابلس خالد الدين.